السلام عليكم اعزائي متابعينا متابعي قناه ريف كينان على اليوتيوب وصفحه ريف كينان على الفيسبوك والانستغرام. وياكم اخوكم الدكتور محمد عباس صاحب مزرعه ريف كينان لانتاج وتدريب المالينوس. اخواني تعرفون بالفتره الاخيره طلعت هوايه مواضيع، انا ما راح ارجع للقبل، يعني هوايه راح احكي وياكم عن فتره 6 اشهر لحدث او 8 اشهر لحدث ايش صاير ونتناقشها سوية، وآخر شيء طبعاً أطلب آراءكم. أخوان كلكم تعرفون أنه بتاريخ 7/10/2018 كانت عندنا بطولة دول البالكان ببورصة، شاركنا بها بكلابنا، طبعاً كالعادة ميكس صار الأول ورفعنا بالعلم العراقي. بس نجي على هالحادثة قبل بيومين. أخوان قبل بيومين نشروا صورة من إنتاجي اللي هو ابن ميكس، وبدأوا يحجون عليه هجينه مجينه ما أدري شنو من هالأمور كلها. طبعا راح أجيب الصورة قدامكم. هم نشروا هاي الصورة، ماشي أحبابي، هم نشروا هاي الصورة اللي هسه راح تطلع لكم على الشاشة من منشوراتهم بتاريخ 5/10 النشر، تمام؟ وإحنا وراها بيومين عدنا بطول. هما نشروا هالصورة، احنا الحمد لله والشكر ما اهتمينا لهيج الامور كالعادة. طلعنا للطريق مسافة 1000 كيلومتر، وصلنا البورصة الحمد لله والشكر. اول ما وصلنا شافوا ميكس اللي هو فخر لي رئيس اتحاد الاليانس، اخذ وياه صورة، اكيد راح انزل لكم الصورة همين هنا، تمام اخوان؟ صورة رئيس الاتحاد ويا ميكس وبخلفهم مكتوب بطولة دول البالكان اللي قيمت في البورصة. بدأت البطولة الحمد لله والشكر وصرنا الأول كالعادة. راح أعوف لكم الصورة هنا. صورتنا احنا حاملين العلم العراقي، وهذا فخر لنا وفخر أي واحد عراقي شريف يحمل علم بلده. راح أخلي لكم أيضا الصورة هنا، تمام أخوان؟ راح أخلي لكم الصورة هنا، دققوا عليه. وشرف لنا انه بسبع كلاب دخلنا، 6 صرنا بيهم اول ووحدة صارت الثانية، والحمد لله وشكر. قلت لكم رفعنا العلم العراقي، واهم من هاي الحادثة يا اخوان انه اجى رئيس اتحاد الاليانس ويا خبير المدربين الاتراك، اخذوا صورة ويا علم العراقي. احتمال هذا لبعضكم شيء لا يسوى شيء، بس إلنا احنا كعراقيين غيورين وشريفين يسوى إلنا الكثير. يعني تعرفون شنو معنى رئيس اتحاد اليانس، تمام، ويا خبير المدربين الاتراك يجون يوقفون خلف العلم العراقي وياخذون صورة؟ يعني هذا فد شيء كلش افتخر به صراحة، إلي الفخر، تمام اخوان. هم راح اخلي لكم هسه الصورة على الشاشة، شوفوا وأريد كلكم تنطوا رأيكم. هاي أول حادثة لنا، هم نزلوا علينا، إحنا الحمد لله والشكر سرنا بطريقنا وصرنا الأول، وخلينا ناس إلها اسم وقيمتها توقف وراء العلم العراقي وتصور صور، ماشي إخواني. رجعنا من البطولة الحمد لله والشكر كلش فرحانين متونسين، إنه عوف كل شيء الجوائز والألقاب إنه رافعين علم العراق، هذا بحد ذاته يكفي، تمام. نجي جينا سوينا السيمينار مع بغداد، الندوة أو الدورة المختصرة اللي ببغداد المحاضرة. طبعا كالعادة نفس المجموعة صاروا يضحكون علينا ويقلدون شلون يصيروا يوم واحد وما أدري شلون. كالعادة احنا ما اهتمينا واستمرينا بطريقنا كالعادة، احنا ابد ما نهتم، ماشي اخواني. استمرينا بطريقنا، وحتى نزلوا منشورات على اساس هو ضحك، ما اعرف وين الاحتراف بالموضوع، انه اكو شيء جدية بالموضوع. الناس تنزل منشورات مضحكة، لا كيلو طماطة، لا سعر الطماطة، لا سعر البتيتة. فالحمد لله والشكر احنا استمرينا بطريقنا ووصلنا لبغداد بخير وسلامة، رغم التهديدات. طبعا هواية اصدقائي المقربين هواية يعرفون التهديدات، بس الحمد لله والشكر اخواني. يعني من تسألون من اهلي شي واحد انه شنو ميزة محمد عباس، محمد عباس ما يخاف، هاي خلوها قاعدة ببالكم نهائيا. احترم اسكت احتراما، بس ما الخوف نهائيا ما اخاف، تمام اخواني. الحمد لله والشكر اول شخص عراقي يقدم شهادات معترفة بيها
من 132 دولة في بغداد، تمام؟ بقلب العاصمة بغداد، وخصوصا في حدائق الزورة. وراح اجيب لكم صورة الشهادة على الشاشة، تمام اخواني؟ طبعا نزل موضوع الطماطة والبتيتا من نزل صورة الشهادة. شوف الشهادة بها ختم ريف كينان، ختم أليانس، وتوقيع رئيس الاتحاد، وتوقيع أنا شخصيا، تمام اخواني؟ بعد ما نزل الشهادة رجع نزلت الكليشة اللي تعودنا عليها كلنا، صورة الكلب اللي هي بالبصرة اللي هو ابن ماكس، اللي هو بسبب لونه الناس دي ينتقدوه، تمام اخواني؟ نزلت الصورة مرة ثانية والضحك ها 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 بسمار هو 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 بسمار ما ادري شنو من هالامور. طبعا احنا ناس محترفين ما نهتم لهيج امور، استمرينا همين بعمله. ولا المحاضرة راح تفشل، المحاضرة هذا الحمد لله والشكر اول مرة بالعراق العراق تشهد هيج ندوة وهيج محاضرة بمجال الكلاب، تمام؟ اول مرة يوزع شهادات معترف بها من 132 دولة، تمام؟ والحمد لله والشكر. راح اجيب لكم الصورة التذكارية اللي اخذناها ويا الناس اللي مشاركين، قمة في الروعة. فيا اخواني اللي اتمناه من عندكم هذا الحدث الثاني، شوف احنا وين وصلنا. اول شيء رفعنا علم العراقي، هم بنفس الصورة، بعدهم بنفس الصورة. ثاني شيء قدمنا دورة محترفة والحمد لله ناس استفادت منها، ووزعنا شهادات معترفة بها، همينا هم بعدهم بنفس المكان. أخذنا صورة تذكارية، صورة تذكارية راح تطلع لكم للشاشة ويا الشباب اللي شاركوا. الحمد لله وشكر الدورة كانت إلى طعم مميز بوجود الأبطال اللي شاركونا. هاي هم خلصنا، شوفوا حادثتين إخوان نفس الشيء، هم بعدهم نفس الشيء، نفس الصورة وهاهاها وما أدري شنو ضحك ما أدري شنو. إحنا ناس محترفين ما لنا شغل بيجي أمور. خلصنا هذه الشغلة، اعذروني طبعا دا أطول عليكم هواية بس دا أحكي لكم بالحقائق وبالتواريخ. أخوان وراها رجعت لتركيا، تمام؟ وراها رجعت لتركيا، تم اختياري كعضو مؤسس إلى اتحاد كلاب العمل الجدية، مو كلاب عمل غير شيء، لا كلاب العمل الجدية. راح أجيب لكم الصورة أيضا على الشاشة. انعلن من قبل رئيس اتحاد الأليانس، تمام؟ انعلن ونزلوا منشور بالفيسبوك، وطبعا هواية تشكرونا. وطبعا شباب بس أريد أقول لكم فشي، أنا مو حكي عن نفسي، يفتخرون بي كوني عراق ودا أقدم هالأمور، تمام أخوتي؟ راح أجيب لكم الصورة. إحنا ستة أشخاص من ضمنهم محمد عباس مؤسس لاتحاد كلاب العمل الجدية في تركيا اللي منضمه إلى وقف أليانس، تمام؟ طبعا بهالوقت همين أيضا صارت محادثات بين أصدقاء أعزهم أنه لا ماكو هيك شيء وماكو هيك أمور، يعني هم دا يكتبون شيء رئيس اتحاد ناشرة، تمام أخواني؟ ورجعنا على نفس السالفة، نفس الصورة اللي هم راح أعيدها عليكم للشاشة، إنه هذا الكلب إنتاج محمد عباس وابن ميكس وهجين ومن هالأمور. شوفوا إخوان هم بعدهم بنفس الشيء، إحنا متقدمين ثلاث خطوات، ثلاث خطوات هاي خلاص فقط 8 أشهر، ما دا أحكي غير شيء. فيا إخواني وراها رجعت سويت صاحوني سووا لي اختبار، تمام؟ سووا لي اختبار لأكون حكم. الكل طلعوا لا ما يصير حكم، ما يصير إلا حكم ينفذ ثلاث يعني يمشي ثلاث بطولات على الأقل ما أدري شنو. أريد أسألكم سؤال إخوان، طبعا كل شيء من منظمة لمنظمة تختلف، أنا دا أحكي لكم عن منظمة الياس. كل حكم كرة قدم كان لاعب كرة قدم؟ جاوبوني عليه. كل حكم كرة قدم يعني كان لاعب كرة قدم؟ ماشي إخوان. والحمد لله وشكرا راح أجيب لكم بالدلائل صور لامتحاني، راح أجيب لكم حاليا الصورة الأولى راح اللي سوالي الامتحان مو ناس من الشارع، لا مساعد رئيس الاتحاد الأستاذ كوزي شانل ويا سكرتيرة العامة لاتحاد كلاب العمل السيد جالة، تمام؟ سوالي الامتحان هاي ثلاث أربع صور راح أنشرها لكم، تمام أخواني؟ وهم أكيد رجعوا على نفس السياق،
بالمناسبة راح نشرككم صورتي همين اللي خلفها اتحاد منظمة الألياس، هم رجعوا على نفس السياق هجين ما هجين. احنا وين بدنا نتقدم؟ هم بعدهم هجين وهجين. يا ريت يا ريت لو اشوف شيء ملموس، يعني اريد اتمنى اشوف شيء ملموس. تمام. ورا قالوا لا مستحيل، الى ان طلعت الجو كارت مال الحكم. اخاف ما تعرفون شنو يعني جو كارت اللي كانوا ينتقدون. الجو كارت هي الهوية الرسمية من المنظمة كونك حكم. تمام. وراح انزل صورته هم لكم، هم كلها بوثائق بتوقيع رئيس الاتحاد بكل شيء. تمام اخواني، هم رجعنا هجين وما هجين، صرنا اربعة وهم بعدهم واحد، باقين بالهجين ما هجين. خوش حكي. احنا متقدمين، قدمنا اربع خطوات شرف الي بالبداية وشرف لمزرعتي، والحمد لله وشكر من ارفع اسم العراق والكل دا يصيحوني محمد العراقي. هذا شرف كبير الي كل الي ولكل واحد عراقي غيور شريف انه دا يبث البطولات وامجاد خارج بلاده. البي خير يجي يسوي، واذا انا غلطان قول غلطان. تمام. هاي صرت حكم رسمي والحمد لله بامتحان تحريري. تمام اخوتي. واي واحد يريد يناقشني بمجال الامتحانات انا جاهز المناقشة فرد لفرد بدون جوجل بدون اي شيء، نذب تليفوناتنا نقعد وجه وجه ونتناقش على اي امر تطلبه بكلاب العمل. انا ما اعرف كلب شكله حلو، كلب اذانه طويل، كلب خشمه رفيع، كلب لونه هيجي، بكلاب العمل، بالامتحانات مال كلاب العمل الاكزامنيشن اللي نسميه. تمام اخوتي. مستعد واي نقاش انا جاهز له ويا منو ما تريدون. انا عراقي، اي واحد تريدون تجيبوه اجنبي انا مستعد. تمام. ونظار وجه الوجه ونذب التليفونات. ماشي اخوتي. هاي ام خلصنا من عنده والحمد لله والشكر. شاءوا ام ابوا أنا حكم لمنظمة معترفة بها ب 132 دولة. أيام خلصنا منها. وراها صارت عندنا بطولة أضنة للكلاب. طبعاً كالعادة عندنا صديقي وأخويا واللي عزه واللي اعتبره عمي الأستاذ سعد عريش نزل جرب من جرائي اللي هو ماخذه. طبعاً كالعادة بدوا عليه إنه هذا الكلب سيبل، انه هذا الكلب هجين، لان الرجل بالقرآن اخوان ذاكر ابن مكس، يعني حتى لونه لون مالينو طبيعي. لو ما ذاكر ابن مكس والله والله ما حد يحكي عليه يقول سيبلو هذا. وراح اجيب لكم السكرينات والشخص اللي معلق عليه. صراحة حتى ما اريد اذكر اسمه، اريد يشوفني شيء ملموس، يريد يواجه انسان محترف، اريد يشوفني شيء ملموس. ليه يحكي هذا ابن ماكس؟ الله عليك حجي بخبرتك قوية تقدر تقول لي هذا الكلب مالينو لو شي يسموه. ماشي. انا ما اقول لك حدك، لا نهائيا مو من عندي ولا من... فيا اخواني ما فاني ما اقول له انه انت لا، اذا هو الاحتمال الرجل كبير بالعمر. انا ادعو للنقاش ويا اصغر واحد بفريقي عمره 17 سنة، ادعو للنقاش. انا يعني هو كإنسان أحسن من عندي، بس كمهنية لا والله مو من مستواي أحكي وياه نهائيا. كإنسان أحسن من عندي وعلى راسي وتشرف بي وتشرف بكل اللي ذكرتهم كلتهم كناس. بس أنا دا أقول أنا إنسان مهني عملي، شوفني شغل، لا تشوفني ها ورا الكيبورد طماطة بتيتا وما أدري شنو طماطة والبتيتا. الناس إذا يسألوها نزلها بالتعليقات، ما عندي أي مشكلة يعني شنو موضوع الطماطة والبتيتا. تمام اخوتي. صارت بطولة اضنة وقبلها بيوم نفس الشيء. طبعا هم يعرفون احنا بطولة عندنا بطولة، يريدون فقط التشويش. بس بالقرآن بالقرآن ما تقدرون ولا راح تقدرون وما تسوون ولا ذرة من عندنا. احنا الحمد لله ناس واصلة وناس معترفة بينا وراح نجي مو. فعلى العموم جينا بطولة اضنة كالعادة، الصورة التذكارية للمكس خلف بطولة اضنة مكتوبة. هم راح نزل لكم صورته اخواني. الحمد لله والشكر رجعنا رفعنا العلم العراقي. تمام. انا وفريقي المتواضعين رفعنا العلم العراقي والشرف لنا مره ثانيه، وهم بعدهم هجين وينزل صوره فلان وصوره علان. راح انزل لكم صوره. انا دا اقول لكم لا تقولوا لي انتاجي وافتخر بيهم. انا بحياتي ما بعد كلب حلو، بحياتي ما بعد كلب قلت له هذا من يكبر لوني يصير هيك، بحياتي ما بعد كلب قلت له وجهه اسود رجلينات اسود. انا من ابيع اقول لك كلب شخصيه هيك. تمام اخوتي.
هاي من خلصناها، صرنا خمسة اخوان، خمسة احنا متقدمين خمس مراحل، خمس مراحل رافعين اسم العراق، أم بعدهم هجين وما هجين، يروح يحكي في ويا فلان ويا علان، تعال احكي على محمد عباس، تعال قول محمد عباس هيج. فهمت شو اخواني؟ هاي من خلصنا منها. اعذروني اذا اطول عليكم هواي. بدي احكي لكم احداث 8 اشهر فقط، ما بدنا نحكي احنا شو مسوين وش سوينا. وراها يا اخواني اجينا ارتاحينا، وراها بثلاث اشهر رحنا الى انقره سيمينار، اللي ندوه انقره اللي جاوا بيها اثنين من ابطال الايبو بالاف سي اي. تمام اخوان؟ واختبروا ماكس بالعرض، واللي حدا ستذكر ونهائيا ما انسى قالوا هذا هي از ا مونستر، انه وحش. تمام على ماكس، والحمد لله اخذ على لقب بيست بايت، افضل عضه. تمام اخوان؟ واخذنا شهاداتنا، راح انزل لكم واحده من اللقطات اثناء البيست بايت. والحمد لله والشكر اخذنا شهاداتنا انا وفريق المتواضع مع الحكام والخبراء مجال الايبو. انا وفريق المتواضع راح انشر لكم ايضا صورتي. هم بعدهم بهجين وقال فلان وقال علان. ماشي اخوان؟ هاي خلصنا منها، احنا ست خطوات مميزة متقدمين، ست خطوات مميزة. تمام اخوتي؟ هم بعدهم هجين ومجين، بس اريد اعرف ايش فاد هذا الهجين والمجين. تمام اخواني؟ وراها الحمد لله والشكر رجعنا دربنا ميكس على البحث والانقاذ. تمام اخوتي؟ طبعا اكو بقوله هنا دائما اضحك عليها، احد اصدقائنا رايح حاجي وياهم، قايلين شفتوا انه ميكس صار بحث وانقاذ؟ قايلين ايه بس الشغل غلط، قايل له عمي ماشي الشغل غلط، الصحيح شنو؟ قايلين ما نعرف شنو الصحيح، بس هذا شغله غلط، ليش؟ لان محمد عباس، لان ورا الشاشه اكو رجل اسمه محمد عباس، اللي رافع اسمهم اسم اي واحد بالبلاد الاجنبيه. ماشي؟ الحمد لله والشكر، هاي واحدة من الصور، كلكم تقدرون تروحون على اليوتيوب وتشوفون فيديوهات بحث وإنقاذ مال ميكس، وعلى صفحاتنا الشخصية، تمام؟ هاي واحدة ويا الصور ويا الكابتن عزيز أثناء البحث والإنقاذ بالغابة. ماشي أخوتي؟ ظلوا، هجين مجين، بعدكم أنتم بالهجين. عبرنا. خلص البحث والإنقاذ. وين جينا؟ جينا على واحد من أفضل تزاوجات السنة. تمام اخوتي؟ طبعا اعلنا عن هذا التزاوج اللي هو واحد من افضل تزاوج السنه كلها، اللي هو باك بريدنج، اللي هو التزاوج التراجعي على بيري 2. تمام اخوتي؟ راح انزل لكم الصوره مالته اللي انتجنا منها جرو العصر حسب ما لقبوه قناه مزمز تي في، انه جرو العصر ميكس 2. هذا فخر لنا وكل واحد عراقي شريف، منتج عراقي وصل هي الجرو. ماشي اخوتي؟ راح انزل لكم الصوره مالته، صوره التزاوج هنا، وحتى اعلن من واحد لحد بتاريخ الكي ام بي في هذا هو السابع تزاوج التراجع على بيري 2. تقدرون تراجعون وتسالون اي واحد تريدوا. سابع تراجع على بيري 2، تزاوج تراجعي سواها واحد عراقي مقيم في غازي عنتر. ماشي اخوان؟ ماشي. احنا من سوينا هذا الشيء طلع لنا الاخ الثاني، عندنا صديقنا سرمد يونس، استاذ سرمد انسان مثقف وواعي، ماخذ من عندنا جرو من ميكس. طبعا نشر الجرو همين الاخ اللي ما احب اذكر اسمه، راح انشركم الصور بالشي يسموه. طلع هذا سيبل مو ابن ميكس، لان الرجل كاتب ابن ميكس، هذا سيبل مو ابن ميكس. واستاذ سرمد يونس اللي هو ملقب بصمت الاحرار كاتب حبيبي مو سيبل، هذا مالينو، وهو نعم ابن ميكس. حبيبي راح ادز لك صور مالينو واريد منك جواب فيما اذا كانت سيبل او مهجنه وانتظر جوابك. طبعا بعد هالاجوبه من الرجال، مو اي واحد يقدر ان يمشون عليه هالامور، بعد من هالاجوبه على من الرجال انه الاخ اللي هو احسن من عندي كشخص سكت ما قدر يجاوبه. تمام؟ هم خلصنا. ما اعرف هو بحياته، انا شفت له فيديو واحد حتى ما يعرف يلزم الليش، احترامي كل تقديري له، ما دا يعرف يلزم الليش، والكلب اللي يدربه ميت بس دا يريد يوصل النقطة مال التفتيش. كل التحية والحب لك. ماشي حبيبي؟ على العموم خلصنا هذا الشيء.
شوف اخوان ما حتى نسيت الاعداد والله، يمكن صار 7 وهم بعدهم بالهجين وبن سيبل ابن ميكس سيبل وبن ميكس ماشي. ايام خلصنا وراها الحمد لله والشكر وصل ميكس 2. طبعا رجعوا هجين نجين، لا هذا هيك قال، لا فلان هيك حكى، لا علان هيك قال. احنا الحمد لله قناة مزمز تي في اقوى قناة لكلاب العمل اللي صراحة تشهر الواحد بوروكا، من ينشر فيديو الشخص وينكتب كريدت ريف كينان او الائتمان الريف كينان يشهروه شهرة مو طبيعية. تمام اخوان، كل اوروبا تصير تعرفه. نشروا فيديو راح نزله عليكم، اول فيديو لميكس 2، وهذا شرف لنا قناة مزمز تي في تدخل لنا تطلب الفيديو وتطلب الاذن حتى تنشره. ماشي اخوتي، يعني هاي شرف لنا، وهم بعدهم باقين هجين ومجين ما ادري شنو. على العموم خلصنا هذا الشيء، وراها اجا اغدنس شامبيونس بطولة البحر الابيض. شرف لكل واحد يشارك بهالبطولة، شرف لكل واحد يشارك بهالبطولة. طبعا اخوان بهالبطولة خصيصا تخيرت جدا هواي، انا ممثل الدولة التركية والعراق، بس مستحيل اني امثل غير بلدي، كل الحب والاحترام لدولة تركيا، واني عايش بيها وداكل من خيراتها صراحة، وما اقدر انكر هالشيء، اللي ينكر هالشيء يكون ناقص، مع حشاكم. فيا اخوان الحمد لله وشكر مثلنا، وطبعا اعلاناتنا وصورنا واسمي واسم فريقي اللي هذا فخر كانت منتشرة بكل شوارع انطاليا. تمام، واهم من هذا الشيء اللوجو مالتنا. تمام اخوتي، منتشرة وراح انزل لكم صورته، اريدكم كلكم تشوفوا وتنطي رايكم بكم. كل هذا فخر لنا لولا وهم بعدهم بالهجين والمجين. تمام، رجع الاخ بهذا الشيء يسمون، نزل صوره لميكس واقف قدام سيارتي كاتب بروح ابوك حج عريش، هذا وجه وهذا وجه. انا ما بدي اقول لك شيء، انا بدي اقول لك اتمنى من عندك تناقش اصغر واحد بفريقي وبمصطلحات رسميه وموثوقه، مو وجه وراس، لا بمصطلحات رسميه وموثوقه. ماشي، ما اعرف انت في اللي حدث شو مسوي، مبزر ما شايف لك اي شيء. تمام، احتمال اذا عندك شهاده او شهادتين مال مرشد كلب وليس مدرب، مرشد كلب عندك شهادات، فاللي ترجع من عندك يعني عوف هالشغلات. على العموم هو دا يقول ميكس مالينوس وبالفيديو مو مالينوس سيبل، وطبعا اذا دا يقول على هذا الكلب سيبل اكيد ما دا يعرف الفروقات نهائيا بين المالينوس والسيبل. بالفيديو القديم نزلت لكم الاعترافات من المنظمات اللي معترفة بميكس كونه ومالينوس، هالمنظمات ما عرفت انت عرفت، ان شاء الله راح اوصل لهم هالكلام، بلكم يستعيدون بخبراتك وبجهودك العالية. تمام اخوتي، طبعا كالعادة بهالبطولة كان شرف جدا قوي لي، راح انزل لكم صور انه اخذت شهادة تقديرية من منظمة اليوانس، شهادة فخر وشكران لمحمد عباس. تمام، محمد عباس عراقي، ها مو اجنبي، شهادة شكر وفخر اللي من منظمة أليانس، وباعتذار من رئيسة اتحاد منظمة الأليانس اللي هي الست ماريانا، دزتها عن طريق سكرتيرها اللي هي جولشان هنم. تمام، انطتني الشهادة التقديرية والصور موضحة بين الجموع كلها، الوحيدة أنا أخذت أخوان. تمام، هذه الصور راح تنزل لكم. كالعادة بدينا، إجا محافظ أنطاليا عاف كل الكلاب وكل الناس المتواجدين الأتراك اللي كلهم على راسي والأجانب، إجا شاف دقة عملنا، أخذ صورة وياي ويا كلبي ميكس. هذا الشيء فخر له أخوان، جاوبوني عليه، ما أريد أنا الناس، ولا تتملقوني نهائيا، أنا دا أحكيكم وقاع. تمام، الحمد لله والشكر ميكس هم صار الأول، وهم رفعنا العلم العراقي ورفرفناه. تمام، وبشهاداتنا وبميداليات ميكس اللي على صدره واللي راح ينزل صوره، أني والكابتن عزيز كل الحب والاحترام له. تمام أخوتي، تمام، يعني اللي حدث ما أعرف شو أقول، يمكن إحنا تسع خطوات جدية مسويها إلنا ولمزرعتنا أو 10 وللعراق خصيصا، وهم بعدهم بالهجين والمجين. ماشي، لحد لا يسألني شنو مجين، والله أنا ما أعرف مجين، بس أعرف
الهجم. واحد من عندهم ده يقول هو ميكس اسمه يعني هجيم بالانجليزي، هذاك ميكس مو ماكس. عادي همك الدورات مفتوحة، اللي تريدون اسوي لكم تاجات تقدرون تدرسون يم انجليزي. ولا احد يختشبر يقول ها احنا ما نعرف انجليزي، مستعد اواجه اي واحد بست لغات. هاي الثقافة اخوان بست لغات. وده ارجع واقول اني ما داحكي عليكم، انتو ناس على راسي احسن من عندي، بشر احسن من عندي، قدوة ناس تقتدي بيكم. تمام اخوتي؟ بس اني كانسان محمد عباس اني الحمد لله انسان تعب على روحي. تمام اخوتي؟ خلص بطولة تاكدنس. البارحة نزل منشور، طبعا احنا نشوف شو بسوي، الشهادات الميداليات الكؤوس الشهادات الامة العربية كلها ماخذين، يعني الحمد لله مسوي لنا اسم. اي واحد بعمر يعني بعمر 25 26 سنة يتمنى. تمام؟ فما لك عن واحد عمره فوق 35 وفوق وكل شيء ما مسوي كل شيء لحد هسه ما رافع علم العراقي، واذا رافع احتمال رافع بتحية العلم يوم الخميس من شان بالابتدائية. على العموم البارحة نزل ايضا من الاخ اللي ما اريد اذكر اسمه، السلام عليكم شباب، سؤال لاهل الخبرة، هذه الكلاب مالين ولا لا؟ والله ما اعرف انا. انا ما اعرف، انا شرحت لك بالموضوع القادم، اكو ناس مختصة تشرح لك، مو انا اللي اشرح لك. تمام؟ هذاك الوقت تروح احكي ويا الناس. الاخ يقول اريد ذات اهل الخبرة يجاوبوني. طبعا راح انزل لكم سكرينات وصلتني اخوان. بس ما راح اطلع الاسماء، راح اسوش على الاسماء لان كلهم على راسي، احتمال ناس ما تعرفني وناس هذا. بس اريد اعرف هذول اللي معلقين اللي هم انسانا ناسا احسن من عندي، هذول اللي معلقين اصحاب خبره؟ اكو واحد صاحب خبره يقول هذا هراتي؟ اكو واحد صاحب خبره يقول شكلي لما سمعت هذا اني مالينه نخلي له هيك؟ انا اريد اصحاب خبره، ما اريد ناس هيك اي واحد يكتب. واعيد واقول كلكم على راسي، ما عندي اي مشكله وياكم، وهذا الميدان يا حميدان انتظركم كلكم. احنا وين وصلنا بعدكم هناك اخوان؟ اللي اتمناه من عندكم اللي دي يشوف الفيديو تعليق بدون مجامله اخوان، تعليق بدون مجامله، احنا وين وصلنا بثمان اشهر وشنو اللي قدمنا لنفسنا ولبلدنا؟ تمام؟ والحمد لله والشكر من نزلت البغداد، والله والله اخوان لزمتني العبره، يعني وين ما يشوفوني الناس تصور وياي، الحمد لله والشكر، هاي محبه الناس. ماشي؟ فيا اخوان احنا ما نغلط على احد، ما نسب احد، ما نحضر احد. اي واحد يريد يجي يتناقش هذا جروبنا موجود، يريد احنا نروح نتناقش بمكان اي شيء يريدون اني موجود، فريقي موجود. ماشي؟ يعني اللي اتمنى الحمد لله وشكر جهزت فريق قوي جدا، عمرهم صغار مو اطفال، صغار بعقول كبيره، عمره اللي عمره 17 سنه احتمال عمره بال40 هلقد ما وقور. احنا ما نسب احد ولا نسمي احد ذيول ولا نسمي احد لواقه، هاي الشغلات ما تليق لا بينا ولا باخلاقنا ولا المستوى اللي واصلين. فيا اخوان انتوا قولوا لي رايكم، كلكم على راسي، خلال 18 شهر هم وين باقين؟ احنا وين وصلنا؟ هذا اعذروني اعرف طولت عليكم، اتمنى ان تتقبلوا مني. تحياتي لكم، اخوكم الدكتور محمد عباس صاحب مزرعة ريف كينان لإنتاج وتدريب المالينوس.